صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في بداية أسبوع جديد لبرنامج الديربي، بداية أسبوع لكرتنا المحلية وكرتنا أيضا الخليجية، إثارة في ملاعب الخليج في الكويت إن شاء الله، منتظرة في بطولة من أغلى البطولات عندنا بالتأكيد. اليوم نرحب بضيوفنا ومحلية متواجدين معنا، عندنا أكثر من موضوع، أكثر من نقطة راح نناقشها ونحللها مع ضيوفنا ومحللين. علي مين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه مدرب وطني ايضا ولاعب دولي سابق الكابتن فرج لهيب، علي سار ايضا مدربنا الوطني الكابتن انور يعقوب، واخر الحضور المنسق الاعلامي لفريق الجهره والنادي الجهره اخونا صالح الجنفاوي. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، ادري اليوم الحلقة دسمة فنحاول نبدأ، عندنا أكثر من تقرير أكثر من موضوع نحاول نبدأ بشكل سريع. هذه أرقام هواتفنا، اللي حاب أيضا يعلن في برنامج الديربي في وسائل التواصل الخاصة في برنامج الديربي، رقم التليفون أيضا موجود، وشركة التونغرافكس الوكيل الإعلاني لبرنامج الديربي أيضا الأخوان على تم الاستعداد للتواصل معاكم أو أنتوا أيضا تتواصلون معاهم. شكرا لرعاتنا وداعمينا شركة كويت تريد ومطعم التسيم وأخوي محمد النصار، شكرا لك. طياب المرشود اخوي وليد المرشود، عبد اللطيف الايوب مشكورين. شكر لبن العميد اخوي صالح دشتي، مهند الصباغه مشكورين. شكر لمطعم سيام يسطى سلطان العنزي واخوانه اخوي ابو عمر وكل الاخوان اللي معاه مشكورين. شكر ايضا للشركه الكويتيه لخدمات طيران كاسكو، اخوي احمد البناي واخوي فؤاد المزيدي، الاخوان في مجلس الاداره جميعا مشكورين. اخوي فهد حسين ايضا زميلنا الاعلامي العزيز علينا علي انا شخصيا. شكر ايضا ل كويت تريد، قلت كويت تريد، شكر لدير اندير اخوي محمد العنجري ومدام شاديه. شكر ايضا لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت. قبل لا ابدي، بما ان شفنا عسل العويده، خل اشكر عسل العويده ايضا وتوليز بيتزا. على طاري عسل العويده ايضا، خل اقدم هذه الهديه اللي مقدمه من الاخوان من عسل العويد لاخونا ابو احمد كابتن انور يعقوب، على المجهود اللي بذله مع الاخوان في نادي الصبيخات، امانه هم سلموا لي اياها من فتره اول ما تم الاعلان او اول ما اعلن انه هو يعني استقال. لا والله على شيلته تقديرا للبصمه اللي عملها في نادي الصبيخات، هذه هديه بسيطه من الاخوان. استاهل يا ابو احمد، انت مدرب وطني ايضا نعتز فيك ونفتخر فيك. العسل بالشتاء زين. اي زين صح، حق شياب. اي صح حق صدر والله. بس والله فوائده زينه بالشتاء. واحد بالعرس شفته، نعم، وصاني شغله الحياه، قال حق اسقول حق مسعود شلون الهلال اليوم؟ وين الهلال؟ وين اليوم؟ والله بالعرس مساء قال لي مضيع. قلت له انا والله شفت الشوط الاول 1-0 كنا قلبت 2-1. وين اي هلال؟ اليوم لعب الهلال. لا ما لعبوا، ما لعبوا اليوم. لا اليوم النصر ضامك. النصر مع عظامك اليوم ولا مضيع؟ ما اترك يا حمد الله. مع الفتح، مع الفتح باكر لعبوا فازوا 2. لا مو مع الفتح لعبوا. لا لا ما لعبوا. لا اليوم النصر على تسجيل على طاري النصر اليوم، اقول على القناه الثانيه ونبارك حق العالمي الفوز على ضمك، وهني الجلاد عبد الرزاق حمد الله صراحه المجهود اللي بذله. انا بس ودي اتعرف صراحه، اتمنى من الاخوان النصراويه جماهير العالمي يعرفوني على الشخص اللي لقب حمد الله بالجلاد، صراحة لقب راقي ومستحق، وحبة على خشم هذا الرجل اللي لقب هالمحترف بالجلاد، لأنه ترى على ضمك يمشي ويجلد بهالفرق بالهلال بال مسعيد. أنا بالمباراة على ضمك ترى بالمباراة صدق ضمك يمشي ريال ماشي. اللي شد انتباهي ايه؟ في هذه المباراة ايه؟ لما الحكم المباراة احتسب ضربة الجزاء الثانية للنصر ايه؟ لاعب نادي ضمك ضحك للحكم، يعني ضحك، كانت ردة فعله بصراحة عليها علامات استثناء ايه؟ لأنه تخيل يعني تعرض لضربة جزاء ثانية في وقت دقيقة 80 ولاعب الخصم اللي هو لاعب نادي ضمك يضحك بوجه الحكم، انا اعتقد فيها علامات استفهام كبيره. شو تقصد والله كيف والله عاد هذا الامر متروك لهم. جلدكم الجلاد وبالمناسبه ما دام عشان ما نطلع انا احب اني اوجه تحيه حق جروب الحسا، الاخوان اللي موجودين في الجروب الشقرديه اوجه لكم تحيه، عسى الله يكثركم ان شاء الله، اعلاميين ناس مميزه متابعين للهلال
وتحية خاصة لأخوي سامي اللي موجود في جروب جروب الحسا الشقردية، صبحكم الله بالخير والنعم فيهم. قبل لا أبدي خليني أشكر الدكتور حامد شيباني صراحة، كل الأخوان في لجنة المسابقات، لكن دكتور حامد أنا دائما يعني أشيد فيه لأنه متعاون، وهذا خبر يمكن حصري حق الأخوان ونبثه الآن على الهواء مباشرة. تم حل مشكلة الفار بالنسبة لمباريات كأس سمو العهد اليوم اللي تلعب اليوم الثلاث مباريات، وستنقل الثلاث مباريات بعد تعاون الأخوان في وزارة الإعلام، وهذا أمر أيضا نشكرهم عليه. يعني إحنا ننتقد في بعض الأحيان، لكن لما نشوف شيء إيجابي نشكر الأخوان، نشكر الأخوان في لجنة المسابقات، نشكر الأخوان في وزارة الإعلام. تم نقل المباراتين، مباراة السالمية في مباراتين اللي واحدة الساعة 4 والساعة 7 راح تلعب على استاد ثامر، ومباراة واحدة راح تلعب على ملعب خيطان، عشان تصير المباراتين اللي ورا بعض تكون منقولتين يعني، وواحدة اللي أيضا الساعة 4 على قناة ثانية أيضا في سيارة نقل راح تكون منقولة. وعدنا الدكتور حامد أيضا بعد اتصالات مع الاخوان في وزاره الاعلام ان شاء الله ان مباريات الخميس يحاولون انها تكون منقوله، لكن هم كانت عندهم مشكله بسيطه، وهذه يعني هذه معاناتنا في الرياضه. خل موضوع سيارات النقل الاخوان الحمد لله يعني ما قصروا حلوها، لكن المشكله الثانيه يقول طبعا في ملاعب غير جاهزه الارضيات، وانتم تعرفون هذا الامر الان قاعد البذره الشتويه والامور هذه، وفي ملاعب وعلي اكتشفوا ان ما فيها اربع غرف، يعني ملاعب انت تخيل يمكن ثلاثة واربع ملاعب اللي فيها اربع غرف عشان تشيل لها مباراتين ورا بعض، لانه يقول لك ما يصير انا اجيب فريقين قاعد فريق بره اقعد على المدرج اللاعبين جايين ويقعدون على المدرج، ما لازم غرفه لازم يقعدون مثلا يفتحون يجهزون، ما يصير اجيبهم حق ملعب اقدر يقول اقدر اسوي الحركه ان اخلي مباراتين ورا بعض وتنقل المباراتين، لكن ملاعب اللي فيها اربع غرف ما في اربع ما في اربع غرف، يقول شو اسوي؟ شنو الحل يعني؟ مو بيد ومن المشكله انا ملاعب جديده ابو علي، يعني انت ملعب جديد مو مهيئ ان 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 تخلي فيه مباراتين ورا بعض ثلاث مباريات. تصدق مسعود يمكن ابو احمد يدري الملعب التطبيقي في اكثر من غرفه ابو سعود، لان كان يلعبون عليه دوري الجيش يلعبون يمكن اربع مباريات او ثلاث او مباراتين، الفريق الثاني كله غرفه قاعد ما يقعد على المدرج، يعني قاعد نشوف شلون يعني مثلا تطبيقي ملعب ومتفرق الحين راح يجيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني او في نقطه مهمه انه قال كلمه ان ملاعب جديده، يعني لو تقول ملاعب قديمه تقول عدل من زمان مسوينها، ملاعب جديده مو عارفين ايش يسوون يا اخي. احنا الحين قاعد نشوفه بقطر يا اخي، هذه القطر شلون سووا ملاعبهم؟ ترى يا ابو ناس شلون سويت استاد الفلاني بالعالم مستوى العالم سووا لنا اياه، يعني مو عيب، ما في اشياء مثلا مو شغلك يجيب واحد متخصص يقول له سوي لنا نفس الاستاذ اللي صار بالديره الفلانيه بالمرافق في الامور غير الملعب والثيل والمدرج والامور الثانيه، سوي نفس الملاعب، يعني معقوله تصير يعني حتى ملعب خيطان، يعني انا قاعد اشوفه مع احترامي لاداره خيطان مكيفات، يعني طريقه قديمه صحيح، طريقة قديمة ليش؟ الوحدات برا على التور، يعني ناس يحطون اصور يعني لاعبين يحطون لوحات جميلة لوحات فنية هم حاطين وحدة برا، يعني هذه واحدة من الاشياء، هذا مثال يجيب لك الحين، يعني فعلا انت الحين قاعد تطالب نقل مباريات وهذا فعلا ماكو اربع يلا نعم. اربع شوف هذا عانينا فيها حتى بالبطولة الخليجية ابو سعيد، يعني احنا في استاد مبارك العيار تم انشاءه واستلام المجلس الادارة بذاك الوقت 2005، لأي الوقت أنت تتكلم على 14 سنة، يعني ممكن تقول يعني منشأة حديثة، لكن احنا تفاجأنا في لما لعبنا في بطولة الأندية الخليجية نادي سويق العماني حضر هني نادي الجهرة ولعبنا، كان موجود المراقب الإداري صدق، يعني احنا غرفتين ما في غرفة، يعني ما في أربع غرف حق فريقين، هذا طبعا الملاحظة الأولى. الثانية لازم المخارج لازم تكون هناك، يعني في تجهيزات حق الغرفة حق المراقب الإداري، عادة ما احنا ربعنا هني بالدوري يعني الحكام يكونوا عادة ما يكونوا بغرفة المراقب ساعات ويطلع برا الملعب ما له غرفة،
اضطرينا احنا ان نهد طوفه، نفتحنا باب، نسوي لنا غرفه عشان نلعب على الملعب. فانا يعني انا مستغرب يعني خاصه في الاستاد يعني في الملاعب نفس هذه الامور. حلو ان نلعب مباراتين في نفس الاستاد، هذه نشوفها يعني اغلب الدوريات العربيه والخليجيه. انت خسران خسران، خسروا فلوس، توفر النقل وتوفر حتى تقنيه الفي ار. صحيح، هذه شغله. الشغله الثانيه، عندك الامكانيه، احنا الان انا اكلمك سبع ملاعب لحد الان عليهم صيانه. صحيح، فاللي متوفر عندك ست انديه. لا يعني انت خسران خسران وخسر فلوس وكلمتك عشان تزيد شيء تسوي لك شغله تريح نفسك تسوي شيء لقدام. صحيح مسعود، راح يكمل بس خلاص اخذ راي ابو احمد وراح شوف. زين ذكرني ابو عزيز ملعب الهيئه. نعم صراحه انا نظم فريق الجيش يوم مسكتهم شيء راقي. صحيح والله شيء راقي، مثل ما قال اربع غرف وبعدين بس شنقصه بس الارضيه رضية. الارضيه لو هذا وبعدين صراحة. في نقطه شنو بذره شتويه؟ شوف الحين بقطر ما في الامور هذه، بذره شتويه بذره صيفيه اول مره اسمع فيها انا. والله ما لا يمكن فيه بس ما عندهم يعني ملاعبهم الثانيه جاهزه ابو احمد، مو نفسنا احنا لما تحط بذره شتويه على ملعبه وذراد نضيع ما ندري وين نروح وين نودي الملاعب. سعود انا بس اشاده بختم هالموضوع. ايه انا اشاده بس نعم. بالدكتور حامد الشيباني انت مساعدت فيه وانا اشيد فيه الامانه، شخص يعمل بسعود وتعاون مع الكل. يمكن حتى يوم موضوع تناقشنا عن ترتيب الجدول اتصل علي وفهمني حتى اللائحة شنو تمشي عليه. صحيح، فأشكر الأمانة متعاون والأمانة العمل اللي قاعد. أنا للحين اللائحة مختلف عليه، هذه اللائحة موجودة عندنا. للحين اللائحة أقول لهم غلطانين. شنو اللائحة؟ لا بس ترى مو حاطين المادة بس مذاكرين. هذه مذاكرين ترتيب الجدول. اي ترتيب الجدول يوم متناقش ويمشي اللائحه اللي عنده. بسعود ما يصير غلط يا مالك شغل بسعود. اللائحه يصير لائحه من الاتحاد قروها كذي هو شو عليه فيها؟ ما تكلم عنه هو. ادري بس هو لائحه هو طبق اللائحه الاتحاد عد الله اللي يفترض. لا يعني حتى في كل شيء تبي تتعلم والله، واذا تحكيت زعلوا مشكله ما يرضون انت تبي تتعلم للمصلحه هذا ما يهمون. نعم. زين وين تروح؟ بروح عندي كلمه تفضل. طبعا حسين مقصيد. نعم. رئيس اللجنه الثقافيه عندنا بالعلاقات رئيس اللجنه. نعم. الثقافيه مو العلاقات. سووا معرض الكاريكاتير في صار انتقاد شويه ان يعني حاطين ما حطوا صور حاطين صور هذا حط صورتك بالي. لا لا مو انا، هذا في صور مثل من العرب وحاطين الله يرحمه سمير سعيد يعني مثل عبد الرحمن الدوله في هذيلا. فلما سالت ابو احمد حسين مقصيد فعلا يعني ما لدم قال لان هذا مو لنا احنا. نعم. هذا جاينا من برا ماخذين بس هذا. قلت له انتم كان يعني وجهه نظر. نعم. عبد الرحمن. نعم. الدوله علي الملا لاعبين عبد الله بلوشي لاعب مقول بكاس العالم هذا كلهم مو موجودين. كلهم موجودين. نعم. وبعدين ماخذين جزء صغير يعني حتى اللي بيه انت ليش ما تملي المكان كله؟ فانت يعني صار حاجة على حسين. نعم. مقصيد ابو احمد بس امانه طلع ان ابو احمد هوش عليه. نعم. هوش عليه اذا هو ماخذين هالمكان. لا هو رئيس الثقافي. نعم. اذا هو من المنظمين يعني يقصدوا هو منظم يعني معاهم. نعم. لا لا مو منظم في المهم احنا قلنا صار انتقاد عليه طلع انه هو ما له ذنب. نعم. فقلنا انه تقول وجهه نظرك ورايك. نعم طيب انا على طاري هالموضوع ايضا الاخوان في الجمعيه الكويتيه او جمعيه الفنانين فنانين الكاريكاتير خذوا على خاطرهم. احنا يوم تكلمنا عن المعرض وطالبنا الجمهور يحضر واشدنا بالنادي العربي والجمعيه اللجنه الثقافيه واشدنا بالاخ الكبير الاعلامي القدير كامل عبد الجليل رئيس اللجنه رئيس مجلس الوطني الثقافه والفنون والاداب واشدنا باللي سووا المعرض ويمكن سقط سهوا ونعتذر منهم الاخوان رسامي الكاريكاتير ان ما اشدنا فيهم وما شكرناهم على ايضا تواجدهم وحضورهم فارجونهم يعذروني يسمحوا لي على هذا النسيان والسهو وان شاء الله يعني وصل اعتذاري لهم ومشكورين على حضوركم ومشاركتكم في هذا المعرض وانجاحكم لهذا المعرض خاصه ان فنانين الكاريكاتير عندنا في الكويت على مستوى عالي الحقيقه ويعني ما بيذكر اسم عشان لا انسى البقيه كلهم ونعم فيهم ونفتخر فيهم. بس اروح بس ترى المعرض كتفوا الصور يعني لا لا يعني انت حتى اللي بيجي زاير راح يجيك والله بالضبط راح زاير اللي شو يعني ماكو كم صوره ليش كثر عطنا. نعم طيب تفضل عشان تاخرت انا على التقارير فرج لهيب نحط له تمثال عند الباطل تفضل. انا احب اني اوجه تعزيه لاخواني ابناء حول العنزي عفوا يا شباب ابو كرم. نعم انا احب اني اوجه تعزيه لاخواني ابناء حول العنزي على
وفاه عمهم عسى الله يرحمه ويغفر له واخر الاحزان ان شاء الله. الله يسلمك. جزاك الله خير وعظم الله اجرك يا ابو سلمان يا ابو معاذ يا اخونا ابو شاهين هادي طبعا من اللاعبين هادي الكبار ايضا هادي ضحوي اخوي عبد الله ضحوي زميلنا الاعلامي وسلامه العنزي كل الاخوان كل اسره ضحوي عظم الله اجركم. سعود نحب بعد ان نتعمد بالسلامه لاعب صليب خاتم محمد رويعي اللي اصاب في رباط صليبي فسوى العمليه قبل 4-5 ايام طلع ونتحمد له بالسلامه. الحمد لله على سلامته. ننتقل لاول تقرير. احنا شكرنا رجل الاعمال سامي علي الدبوس الحقيقه على بادرته في إعلان وأطلاق لاعب الجولة وتقديمه جائزة نقدية بقيمة $500 في كل أسبوع وفي كل جولة، وما عنده مانع لو في جولتين في نفس الأسبوع أيضا جولة بجولة وجائزة بجائزة دعما منه للشباب الكويتي وللرياضيين الكويتيين. وأيضا أذكر مرة أخرى دائما أركز على النقطة وحق محللينا لأنهم اللي يختارون ان حتى غير محدد الجنسيه ايضا بامكانك تختار اذا شفته تميز، لان اخونا ابو غانم اخوي سامي علي الدبوس حرص ان التكريم يشمل ابناء الكويت، وهو يرى بان ايضا غير محدد الجنسيه يعتبرون من ابناء الكويت، فهذه بادره يشكر عليها ابو غانم. عموما اخونا سامي علي الدبوس دائما يعني انت لما تعلن عن جائزه حالاته تعلن عن التكريم مباشره، فامانه اول ما تم الاعلان عن جائزه عندنا في البرنامج ثاني يوم وجه الدعوة لأخونا مساعد ندى اللي حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة ودعاه لحفل التكريم. زميلنا خلف العنزي حضر حفل التكريم وعد لنا هالتقرير. أول شيء الحمد لله دائما وأبدا، ونشكر الأخ سامي الدبوس على هذه الجائزة، وهذا الشيء طبعا مو غريب على عائلة الدبوس اللي هي يعني دائما داعمة الرياضة والرياضيين، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هالجائزة حافز لجميع اللاعبين إخواني اللاعبين أنهم يحققونها في الجولات القادمة. والحمد لله طبعا على تحقيقي لهذه أول أسبوع في الجائزة، هذا الحمد لله أن أنا اللي حققتها. مساعد الجائزة تحققها في الجولة الأولى، عاري تحققها في الجولة الثانية؟ والله الواحد دائما يعني يتمنى أن يقدم الأفضل، لأنك أنت يعني خلال مسيرتك كلها كونت لك اسم ما تتمنى أنك تختمه يعني بمستوى ما يليق بهالاسم هذا، أتمنى إن شاء الله دائما كل جولة نقدم أفضل من اللي فاتت. مساعد العمر، خلنا نطلع برا الجائزة، البعض طالب في اعتزال مساعد ندى، الحين العموم يطالب مساعد ندى أنه وين على المنتخب؟ ما علي نوجهك نفس السؤال، وينك على المنتخب سام؟ والله العمر عندي رقم ما بيني وما بين اللاعب و20 الملعب، هذا اللي يفرق بيني وبينه، اللي عنده يقدر يقدمه بملعب انا اقدر اقدمه سواء عمري 37 او اكثر. وينك على المنتخب؟ والله دائما انا في خدمة الكويت سواء داخل الملعب او برا الملعب او بالمدرج مع الجماهير، احنا في خدمة بلدنا، وهذا طبعا شيء ما في منه انك تخدم بلدك، بالعكس شرف لكل لاعب انه يمثل بلده ويحمل شعار دولته ودولة الكويت. القرار طبعا الاخير عند الجهاز الفني والاداري، وانا طبعا دائما جاهز في خدمة بلدي. حافز لهم ان شاء الله، وما راح تكون هذه طبعا الجائزة الاولى وما راح تكون الاخيرة، وان شاء الله دعمنا لهم مستمر، وان شاء الله نحاول ان نساعد برقي الرياضه الكويتيه. متابع جيد ابو غانم الرياضه الكويتيه برنامج ديربي. والله اي نعم متابع جيد ديربي، والاخ ما يحتاج الاخ عزيز عطيه بعد قنع التعريف، والاخوان المحللين ما شاء الله كلهم اخوان وعزيزين وتحليلهم 100% ان شاء الله. اختيارنا لمساعد ندى واختيار محللين برنامج ديربي مساعد ندى تأيده ولا تختلف مع لاعب ثاني؟ لا والله أيضا أنا شفت لعبة، وخصة بعد أمس لعبة بالجديد بأسبوع الجديد مع السالمية، كان لاعب ما شاء الله كان يعني أنا أعطيه أحسن لاعب أمس، كان بعد السالمية والكويت لعبة ما شاء الله أمس أنا شفتها. الجائزة تتكرر الأسبوع الثاني ما عندكم مشكلة؟ ما عندنا مشكلة، هذا قرار يرد على اللجنة وعلى المحللين اللي يختارونه. أبد أنا معطيهم الصلاحية الكاملة الاختيار لهم، ولا نحب نتدخل، طبعا هم يفهمون الرياضة أكثر منا.
شكرا لك يا اخوي سامع علي الدبوس، شكرا لاخوي ابو خالد ايضا عبد الله العدواني، شكرا على الكلمات الطيبه بحق البرنامج، شكرا لاختيارك برنامج الديربي. احنا ندري في برامج كثيره، في صحف، في وسائل تواصل كثيره، لكن لما تحرص او تختار برنامج الديربي هذه شهاده نعتز فيها، وهذه دلاله على ثقتك في محللين برنامج الديربي. شكرا لمساعدنا ده ايضا حضوره، بالتاكيد تواجده يعطي للجائزه قيمه ايضا، ويعطي دافع ايضا للبقيه ان شاء الله اللي بيفوز ويانا، بالتاكيد لما يشوف اسماء كبيره فازت وتواجدت هذا يعطيهم حافز. واعتقد ابو علي كلمات ايضا اخونا سامي علي الدبوس كلمات حلوه في حقكم، ان انتم اعطاكم الثقه. نعم، وهذا شيء يعني انتم ان شاء الله قد. نعم ان شاء الله نكون على قد الثقه هذا، والله يشهد ان احنا محايدين، واللي يشوف الافضل كوجهه نظر، يمكن نختلف، يمكن نخضع على لاعب على لاعبين، بس المهم احنا نقول راينا ويشكر على هذه الثقه، ويشكر قبل الثقه ان الحوافز اللي قاعد يقدمه، والله هذا اللاعب اللي يتمناه. يعني احنا مو قاعدين نلعب، لا كل اللاعبين يبون الحوافز هذه تشجعهم، وحق انت ما تجي الا وقت هذا لا شوف ابو سعود امانه لا لا امانه قاعد اقول لك مشكور يا ابو علي على 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 الكلام اللي قلته بحقنا، ومشكور على على الحوافز هذه. يشكر على الثقة بسعود، لكن في نقطة هم قالها مهمة، يعني حتى لو تكرر الأسبوع القادم إنه يكون مساعد ندى ما عنده أي مشكلة، هذا دليل، ومساعد قاعد يثبت إن العمر مجرد رقم. صحيح. يعني أكبر لاعب فريق، هذا دافع حق لاعبين الصغار إنه يشوفوا المساعد ندى في هالعمر هذا وقاعد يحقق ويقدم مستوى، هذا دافع كبير. صحيح. يعني شدوا الحيل وباقي اللاعبين فعلا. صحيح. يعني هذا يعني أمر يحسب لأخونا سامي علي الدبوس أبو أحمد، إن اليوم ما شرط انه والله لا اللي يفوز اول جائزه مثلا اول اسبوع ترى ابي واحد غيره. قلتها انا تاكيدا على كلامك، يعني هذه نقطه هم انتم تخليكم مرتاحين في الاختيار، يعني ما لا مثلا هو والله مشترط انه والله لا اللي اخترناه مثلا او اللي فاز معانا ما راح نختاره مثلا الاسبوع هذا. مسعود اللاعب هو قاعد يجتهد، انا مو ذنبي انه كل جوله يصير افضل لاعب، قاعد يجتهد وقاتل، بس عندي نقطه مهمه. طبعا اشكر الاخ ابو علي على دعم اللاعبين، احنا هذا نتمناه من الكل، يعني رجال الاعمال دعموا اللاعبين، ترى اللاعب بالكويت مظلوم. بس عندي نقطه مهمه امانه، اتمنى يا اتحاد يا جهاز فني شوفوا مساعد ندى، احنا نتكلم مصلحه الكويت، مساعد ندى يحتاج المنتخب بالفتره الجايه، لان انت مو قاعد تجددون فريق، نقول اذا بجدد فريق اوكي ما نحط مساعد ولا الكبار، الحين احنا محتاج مساعد، والملعب قاعد يثبت. مو بس الملعب، حتى هو قاعد يتكلم حتى تو بكلامه يقول انا وقت ما يحتاجني المنتخب والجهاز الفني انا موجود، يعني ما قالك مثلا انا وصلت لعمر ما اقدر، يقول لك انا موجود والخيار ولا عند الجهاز الفني. يعني انا واضح بس اذكر حتى لما استلم ثامر عناد المنتخب وسعيد، منو اللي كان اكثر لاعب كانوا يطالبون فيه؟ اللي هو فهد الانصاري ومساعد. صح. يعني لما ضموا فهد الانصاري عطى اضافه الكل، احنا ما يعني انا مو انه قدم مستوى مع المنتخب، لكن رابحه والله فهد الانصاري مع المنتخب يعني كبديل ممكن تستفيد بالمقابل. بالمقابل يعني اليوم انا اعتقد اداء مساعد ندى في الموسم اللي احنا فيه، في الموسم الماضي قاعد يخرج مدربين المنتخب، وانا والله العظيم ما هي مجامله ابو طلال، لكن هذا يعني كلام لابد انه يوصل، ويمكن هم عارفين اليوم خل نطغي الامور الجانبيه، لكن المصلحه العامه الكل يوقف وياها. مفروض يعني بقيمه مساعد الخبره، يعني شخص يعني قلب دفاع ويسجل على مثلا منتخب استراليا حجم منتخب استراليا مو شيء سهل. طيب. اليوم وجوده في مباراه مهمه كمنتخب الاردن. طيب. وجوده مهم. حتى ابو سعود عندي نسيت لا اقول فهد العنزي. فهد العنزي المرحله هو مساعد ندى محتاج المنتخب. طيب انا مره اخرى شكرا لك اخوي سامي علي الدبوس، ابو غانم شكرا لك، انتظرونا باكر راح نعلن عن اسم الفائز في الجوله الثامنه، منافسه شرسه الحقيقه في هذه الجوله، اثنين ثلاث لاعبين، وهذه اشاره واضحه، يعني يمكن الجوله اللي فاتت مساعد كان مكتسح، اليوم الجوله الثانيه بعد هالجائزه اعتقد في ثلاث اسماء كانوا يتنافسون على الجائزه، انتظرونا باكر ان شاء الله راح نعلن عن الفائز. وصل لي خبر فريش ورسمي، وهذه دلاله على ان يعني الموضوع يحتاج وقفه من الاخوان في مجلس اداره نادي الكويت. تمت اقاله المدرب كرواتي بوزيدار اللي هو بوغو، وتم تعيين وليد نصار
مدربا للفريق ابو علي؟ والله ما يعني صراحه هذا المفروض يصير من اول، يا محمد عبد الله تحطه وتحط وليد نصار وياه، يا وليد نصار ويمكن حتى ابو عزيز ابو لهيب قال الكلام، قال يعني لو حاطين وليد مباشره احسن، لانه مع احترام المدرب هذا اول شيء مدرب لياقه بالاساس، وبعدين حتى من اول مباراه انكشف، تبي تصدق يعني خلي يسمحون لي اقول الكلمه، يعني انت في بعض الاحيان في تحس ان المدرب النتيجه ما تجيك، النتيجه يمكن ما تاخذ النتيجه، بس حتى المدرب في بصمه، في الفريق قاعد يلعب تكتيك، قاعد يلعب طريقه. انا اختلف معك بوالي. لا امانه والله انا اختلف معك. لا كيف انت اختلف؟ ما في نادي بالعالم مدرب من اول مباراه تشيله، ما تصير. ما تصير يا ابو علي. خلنا ما يصير تقول انكشف. شلون كشفته باول لعبه كشفته؟ مو مدرب، لا مدرب لياقه. لا مدرب لا تاريخ ولا ما يصير. حطوه شلون حطوه مدرب لياقه؟ حطيته تخليه. انا اقول احسن قرار اتخذوه مجلس اداره الدوري، كيفك رايك؟ انا اقول احسن قرار خذوه. ما في نادي بالعالم يشيل مدرب من اول لعبه. يا أكو لا اكو وايد من اول لعبه. من اول لعبه اقول انشيلوتي موصل مع اوروبا. شالوه من شالوه؟ نابولي. مدرب بعد لا غالب اوروبا غالب. ما انا قاعد اقول لك قرار جيد بعد مليون لعبه شالوه. لا مو لاول لعبه. احنا نعرف المدرب مو الحين عارفينه من زمان. هذا رايك. احترم ايه. قرار جيد واحسن قرار تاخذه. هو ترى يعني مرات يكون سلبي وايجابي، ترى مرات يكون ياثر على الفريق انها تتكثر اقاله المدربين. انا اتفق معاك في جزئيه ابو سعود انه صعب نتحكم عليه مباراه واحده ما اعطيته مجاله، هذا ممكن انه مثلا شيء نقول انه يغطي على المدرب، لكن انا تمنيت انه من البدايه انه يكون وليد نصار. نعم. ليش مسعود؟ وليد نصار ايضا عنده خبره، مدرب وطني، درب المنتخب، درب عده انديه وابن النادي من البدايه، لكن الخطا اللي اخطاه ربعنا انه عينوا هذا مدرب لياقه. ابو علي يقصد بسعود يعني صلحوا الخطا. اي يبين المدرب بسعود من طريقته، من اسلوبه داخل الملعب. هني من اول لعبه هذا رايي. هذا رايي انتوا لاعبين. انا ما قلت مو رايي. انا تحكم على لاعب مدرب. هذا رايي. اول لعبه 90 دقيقه. انا رايي. انا هذا راي ابو علي مو رايي. انا اتفق معك بسعود. لكن اليوم الكويت قاعد تلعبون ركبي مو قاعد تلعبون كره قدم. بسعود هذا راي ابو علي. طاخ 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 طاخ. باقي لحظه. ركبي مو ركبي. ركبي ما يسمونه هذا. اقول والله لا مو كذي. يا ابو جول الاول الكويت باقي نص ساعه. زين نص ساعه اكو صبر بكره القدم. اصبر. اوكي لا ما خلاص انا انطر. تفضل تفضل ابو علي. هذا رايه لانه يعني خبره وعنده نظره وعنده يعرف يعني طريقه المدرب شنو، هذه واضحه عنده هو. لكن بالنسبه لي انا معك بسعود انه مدرب مباراه واحده صعب انك انت تقيله، دام انك خليته تعطيه ايضا مجال ابو سعود شيء بعد اعطيه خسرين يفترض ولا من البدايه انا احط وليد نصار. بس دائما نادي الكويت يسوي كمل تكفى. دائما نادي الكويت لما يقيل مدرب من مباراه او حتى من ما يكمل معه مده طويله انه دائما يبحث للافضل ابو سعود، وهذا نادي الكويت عوده. طيب. دائما للافضل. ابو احمد انا اعتقد قرار خاطئ من البدايه. صح من البدايه. انت جبت وليد نصار حطه المدرب، لان هذا المدرب مثل ما قال ابو علي اشتغل مع محمد ابراهيم كذا سنه مدرب لياقه، يعني ما عنده فكر تدريبي، ما عنده قراءه المباريات، ما عنده يمكن اوكي. لا انا خليني اقول لك. لا يا عم مدربين لياقه صاروا. لا انت بتقول الكلام اللي انت تبيه. لا ما يصير. انت تروح لياقه ما يصير. حتى والله ما اعرف. مباراه في مدربين مباراه 90 دقيقه. مباراه 90 دقيقه انكشف. انا اكمل كلامي. العب طائره انت. انا بالعكس مسعود. مسعود انت ما خليتني اكمل كلامي. تفضل. انت كلامك صح، ما يصير احكم على المدرب من مباراه واحده. قاعد اقول لك انا صح. مو حاكمين عليه. مو حاكمين عليه. مو احمد. لا مو حاكمين عليه. انا اقول لك انت اللي قلت كشف. لا ايه شلون كشف؟ مو حاكمين عليه. توهقوا حطوه. قالوا شلون توهقوا؟ قالوا غلطانين حاطينه. لو حاطينك كان تفرطوا عليه. ايه لو حاطينه انا اكيد. ابو علي شلون توهقوا؟ كم سنه مع الفريق هو؟ ها كم سنه مع الفريق؟ مده طويله ترى. مع محمد ابراهيم. مع ياب محمد ابراهيم مع الفريق كم سنه هو الحين؟ ما ادري. فتره محمد ابراهيم متى هذا؟ فتره طويله. كمل معاه ثلاث سنين. هو الخطا كم محمد ابراهيم؟ ثلاث سنين صار له؟ سنتين.
اقول 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 لك كل اخصائي هذا صار له 10 سنين بالنادي اللي اخصائي اللي يعالج اللاعبين هذا والله لو تحطه مدرب ادري ابو علي هذا واحد ابو علي كلام سعود صح ما تقدر تحكم على المدرب مباراة واحدة مو حكم هذا خلي كمل كلام مو عشان يكمل مو حكم عليه من اول مباراة هذا خطا سواء عدلوا خطاهم ايه هذا حكيك مو احنا حكيك وما يتحملون غلطه هذا الخطا اللي نقول احنا انت لا تتخذ قرار بدون دراسه مو انا تعادلت مع اللي يرموك عدل جيت خذيت قرار صح بتسرع كذا لا اركيد اي عدل صح اشوف نادي نادي الناس الخبره استفيد منها ايش رايكم خليك في درجه ثانيه هو لو حاطين وليد من البدايه افضل وبالعكس الله يوفق وليد قبل لا تروح مسعود انا والله ابو لعيب قبل لا تروح بعطيك وبعدين لا نقطه قبل لا تروح زياده على الكلام خلنا سؤال في بناتينا تفضل موضوعنا اعطيتك خليتك تسولف بعدين سامي الشرطه شوف نقطه مسعود نقطه موضوع الناس ما قال ابو علي ان من اول مباراه ان نحكم عليه لان مسعود يعني عاد العقله الجهاز الموجود مع عاد عقله ايضا مسعود لهم نظره فنيه عارفين ان المدرب ماكو شيء عشان شيء مسعود تمت اقالته لكن انت لا تقيس ابو سعود علي برا احنا بسعود احنا بدوري كويتي لا تقيس علي برا خطا دافع عن قرار الخطا ما دافع عن قرار الخطا والله ما يصير قرار خطا اللي حط النادي الدافع عن قرار خطا احنا قلنا معاك مسعود ما لا عندك احنا مو ضدك قاعد تقول شافوه مو زين وقال في نظره اول لعبه شافوه اليوم نظره كل واحد نظرته بس نظره شنو تبع معاشره على المدربين انت مو معاشره 40 5 سنين ما تعرف انه زين ولا مو زين اي غلطانين غلطوا صلحوا الغلطه يفرق يعني مدرب لياقه بعدين مدرب يفرق يا عزيز من البدايه تعيين هذا المدرب انا اعتقد مو بحجم نادي الكويت انه يقوده لبطولات هذا المدرب إضافة وليد نصار ما حد يختلف على وليد نصار وشنو قدمه مع برقان ومع بعض الأندية وحتى مع أيام كاظمة كان مساعد حتى مع اليرموك ومع اليرموك يعني شهادتنا فيه مجروحة لكن اليوم تتخذ هذا مثل هذا القرار أنا أعتقد تحديدا في هذه المباراة إن اليوم أنا خسرت من السالمية أشيل هذا اللي عينته هذا المدرب أنا أعتقد فيه استعجال نوع من الاستعجال لسبب مسعيد لأن اليوم الاستقرار شيء مهم إحنا كنا في السنوات الماضية نشيد على نادي الكويت لأن عنده البيئة عنده مستقرة عكس الأندية الثانية اللي ممكن عندها بعض المشاكل لكن اليوم تتخذ لكن قد يرون وهذا رأيي يمكن أن في وقت في بطولة كأس ولي عهد الآن على الأبواب أن الفائز بين مباراة اليرموك والتضامن راح يقابل نادي الكويت هذا متى الأسبوع القادم أنا أعتقد وليد نصر ما هو بعيد عن نادي الكويت يعرف اللاعبين يعرف هذا المستوى أنا أعتقد حتى وجوده بالبداية أنا أعتقد تعيين هذا المدرب أنا أعتقد ما هو مناسب أنت تقول أنت تقول 90 دقيقة خلا أقول لك شغلة روح طاع المباراة واقف ضايع ما يدري شو يسوي واقف على الخط ضايع مسعود تكفى وبعدين صح كلامك خلي كمل ضايع لأن بالنهاية المدرب لازم كاريزما على الخط ماكو شيء واقف على الخط ضايع ما يدري شو يسوي ما نعرف الكرة لحظة أبو علي قبل فترة مدح منه مدرب سوري عدل نعم حسام نعم مباراة اليرموك المدرب السوري سوى هذا فرجة أنا تناقش معه حسام السيد قاعد يلعب كرات طويلة فريق وين دور المدرب ليش ما غير شكل الفريق نفس الشيء الحين هذا تقول اللعب حتى حسام السيد يوم لا مع العربي لا عندنا اي بالعربي ما كان زين بالعربي ترى لا 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 الجو ما كان زين لا لا ما كان زين لا محترف بدون محترفين لعب لا 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 ما كان زين لا 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 انكشف انكشف نادي الكويت طيب لا 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 انكشف لا تدخلونا ترجعونا ورا عموما قبل لا اروح حق الفاصل اعتذار لاخونا مشعل العسعوسي الحكم المحلل التحكيمي في القناه الثالثه الرياضيه تطرقنا لنقطتين انا اقول الله يسامح الاخ اللي دزنا تغريده قال ان كابتن مشعل العسعوسي قال مو بنالتي عن لقطه في لقطه اعتقد حطيناها كانت ركله جزاء وقالوا ان الكابتن مشعل العسعوسي قال انها مو ركله جزاء القادسيه وكاظمه بعد ما رجعنا الفيديو ودزوا الفيديو شفنا ان كابتن مشعل العسعوسي قال ان هذه ركله جزاء صحيحه لم يحتسبها الحكم عبد الله الجمالي هذا الاعتذار الاول كانت لقطه الرياحي احمد الرياحي اللقطه الثانيه ايضا لقطه الرقم كنا نقول في رقم ناصر الوهيب على التيشيرت 13 على الشورت 3 فطلبت من الاخوان يجهزون لنا هاللقطه شافوا بدايه مباراه شافوا بدايه الشوط الثاني كانوا يعني الرقم موجود على التيشيرت وعلى الشورت فقلت انا قلت ترى الرقم كان موجود دزولي صورة ودزولي صورة الآن يعني بعد الحلقة أمانة
صورة توضح في الدقيقة 20 كلام أخونا مشعل عسعوسي صحيح بأن ناصر الوهيب رقم 13 في التيشيرت ورقم 3 كان على الشورت، وكان هذا خطأ يتحمله الحكم الرابع يمكن باللعب ولا مشاهدته وحرصه على التأكيد من هذه الأمور. المؤسف أنه كان في مقيم آسيوي كان موجود في هذه المباراة، يعني ركلة جزاء صحيحة ما يحتسبها، طرد أعتقد ما يحتسب عبد الله جمالي. أتمنى تراجع نفسك كابتن عبد الله، وبالنهاية أرجع أقول أنت تمثل الكويت وأيضا حكم الرابع، أتمنى يراجع نفسه أيضا في هذا الأمر. مسعيد على طاري مشعل عسعوسي، أنا أتمنى من الاتحاد ولجنة الحكام تحديدا الاستفادة من خبرات مشعل عسعوسي وانضمامه للجنة، لأن اليوم مشعل عسعوسي قاعد يفيدنا قوانين اللعبة، قوانين الحكم شنو قوانينه، بالإضافة إلى حضور المميز بالقناة الثالثة وتفنيدة للحالات الموجودة. أنا أتمنى اللي يسمعني صبي حبل إنك يعني ما تستفيد من مشعل عسعوسي بوجوده باللجنة، بصراحة إضافة بضاري يستاهل. أروح لفاصل وبعدها ساعد. قبل لا أخذ الاتصالات بس أنا المفترض يعني أشكر الأخوان في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفترة طويلة، لكن للأسف خلي يعذروني مع الوقت، في كل حلقة يمكن تكون في أحداث وأنسى هذا الأمر. أنا تشرفت بقبول دعوة الأخوان لحضور حفل جواز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هونغ كونغ، وكانت دعوة كريمة صراحة، وتشرفت فيها من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، مثلت فيها سواء برنامج الديربي أو قناة الـ ATV، وهذا شرف لي بالتأكيد. أشكرهم على هالدعوة الكريمة، تشرفت أيضا وافتخرت أن العمل اللي شفته في تنظيم هذا الحفل على مستوى رائع، مستوى راقي، مستوى متطور، يشرف عليه أيضا شباب عربي، شباب خليجي، يعني على رأسهم الشيخ سلمان إبراهيم رئيس اتحاد الآسيوي اللي كان يتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا الحفل، أخوي نضال أيضا اللي تابعنا وتابع هذا الحفل أول بأول، مشكور يا أخوي نضال، شكرا للشيخ سلمان. حفل أرجع أقول نفتخر أن شباب عربي قاعد يرتب وينظم هذا الحفل على هذا المستوى، حضور على مستوى عالي، مستوى رفيع. نتمنى التوفيق لهم للشيخ سلمان والأخوي نضال، والله يعطيكم العافية والله يوفقكم دائما، ومشكورين على هالدعوة الكريمة. أخوي سالم صبحك الله بالخير. صباحك الله بالخير مسعيد. يا حياك الله. حياك الله. دائما الأعصاب مشدودة شوي، لكن اليوم في نوع من الطرافة. الله يسلمك. وبأقولها لكم يعني. تفضل. طال عمرك أنا مشجع عرباوي، ودائما أشجع العربي خسائر. جاني واحد من الربع قال يا ولد كف العربي شرك يا ولد. لا تشوف المباراة ويمكن يفوز. لكن تبي أشور عليك شجع النادي الكويت واحضر مباريات نادي الكويت. قلت تاني. وخلي مباريات العربي والقوم العربي كلها فوز ياخذ النقاط كلها، واروح اشجع نادي الكويت قدام القادسيه ضاع السوبر وتعور جمعه سعيد تعادل مع اليرموك ترى من السالميه فاليوم خلاص يقزعوا علي نادي الكويت مره. جاني واحد من غتاوي قال لي لك هديه قيمه بس تستمر وتشجع نادي الكويت يرحم والديك. الحين الغتساوي يبون رقم وخر عنه ياخذون رقمك بالكنترول لا تحظى وخر عنه يا سالم. طلال صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز. يا حياك الله. اصبح عليك على الاخوان ومشكور انصتني لان انا ذاك اليوم قلت لك التيشيرت 13 والشورت 3 السهل حبيبي. الشغله الثانيه اخوي عبد العزيز، الاتحاد الكويتي المستشارين باللجان اللي عنده، أحد فكر أن بطولة كأس سمو ولي العهد راح تبدي باكر، على الأقل أسوي تذاكر عليها اسم سمو ولي العهد وخلي اللي ياخذ التذكرة يكتب اسمه زين وحطها في صندوق، يوم الختام مثلا توقيع من سمو ولي العهد من الفريق الفائز، أعطي حافز حق الجمهور يحضر، أعطي حافز حق الناس، أبي أشوف إعلان حق كأس سمو ولي العهد، ما قاعد نشوف إلا كل فريق قاعد يمدح فريقه إنه بيشارك بالبطولة، أما كاتحاد ماكو شيء أخوي عبد العزيز. شو يعني ماني عارف بطولة مثل هذه ما لها صيت ما لها اسم، هذا اللي حزن بالخاطر أخوي عبد العزيز.
صحيح. مشكور يا طلال، والله كلامك في محله، والمشكله انه كانت حتى المباريات مو منقوله، يعني هذا كان يحز اكثر واكثر. اليوم انا قاعد اتابع، كنت كاس رئيس الدوله، دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، دور 16، تخيل كل المباريات منقوله، مؤتمر صحفي، لقاءات، الفار موجود، استديو تحليلي حق كل المباريات، ها كل المباريات. يعني شو اللي ينقصنا على الاخوان في دوله الامارات مهتمين بطوله كاس رئيس الدوله، واحنا ما نهتم في بطوله كاس سمو العهد. اشوف الاخوان في قطر من الافكار، كاس سمو امير قطر ياخذونه جوله على المدارس، ياخذونه جوله على المناطق، يصورون مع الكاس، يعني قبل البطوله ترى، وقبل النهائي يمكن 10 ايام او 20 يوم. يعني شوف الافكار مثل ما تفضلت يا اخي، اللي حضر المباريات باكر تذاكر ويمعهم عشان تكون حافز حق الجمهور يحضر المباريات، وبالنهايه يصير سحب على كل اللي حضروا المباريات. هي افكار، مجرد افكار. خل الاتحاد يستغل حتى الشركات يا اخي، يخلوته يعني، يبي عمل، يبي الامور هذه الحين. حتى هذا لما الحين بالدوريات مثل الدوري الانجليزي ودوريات ثانيه، يجيبون هذا اللي هال خل حق المباراه النهائيه سوها، يجيبون لي هال يدخلون وياهم الطالب المتفوق بالمدرسه الصغير مثلا، خله مثل كمثال، خله يدخل مع اللاعبين. صحيح. نشأت، صباحك الله بالخير. سعود يا حياك الله، بالعافيه، حياك الله، ونصبح رضيف الجميع طبعا كلهم. انا بس بسال كابتن انور يعقوب الان، بالنسبه حق المنتخب الان مبارياتهم شهر مارس طبعا، شنو المشكله لو ان المنتخب لو ان يعني يجمعونهم بيوم واحد، لو كل اسبوعين او كل 10 ايام، ويصير نوع من التقسيمه بدون بالتنسيق مع انديتهم بين اللاعبين اللي جاهزين ان يكون مثل مباراه او تقسيمه حتى بينهم، او مع المنتخب الاولمبي، او مثلا مع يعني، هذا يساعد ان تظل التواصل بين اللاعبين ولاعبي المنتخب انه موجود، حتى لو تغيرت التشكيله. يعني انا العب مع مثلا مع فرج اليوم، العب مع لا مع محمد كرم الاسبوع الثاني، يكون في تواصل. ترى الانقطاع هذا يسبب مشكله اعتقد حتى عند التجميع. يمكن راح تقول الانديه وما انديه وما يسمحون. هذه مهمه، يعني مباراه مهمه او مباراتين مهمات حق الكويت، يتوقف عليهم تاريخ كبير ترى. طيب، فابي رايي انا، راي الكابتن انور والكابتن محمد كرم في الموضوع هذا، يعني شنو المانع؟ وهل طيب، هل لو الكابتن انور موجود على راس المنتخب او بيده قرار؟ طيب، يعني نقطتك او فكرتك ما اعتقد قاعد نشوفها في اي دوله بالعالم نشت، يعني ما يصير احنا نصير بعد عكس عكاس. انا ما ادري شو راي الاخوان، يمكن يختلفون معي، لكن يعني ما في دوله بالعالم دوريهم شغال وبطولاتهم شغاله ويسوون يوم تجمع حق المنتخب، ما تصير، ما عمرها صارت، ما شفناها. لكن يمكن الاخوان عندهم راي اخر، راح اخذ رايهم. لا تحاتي عبد اللطيف، صبحك الله بالخير. اخوي عبد اللطيف، يا هلا ابو سعود، شلونك؟ يا حياك الله. احييك واحيي الكباتن اللي وياك. حياك الله. الله يجزاك خير، الله يخليك. انا بتكلم بس شويه عن الحكام، الله يحفظهم. تفضل. حكامنا سيئين جدا، انا ما احكم على اشخاص، انا احكم على عمل الاشخاص. نعم. في المغرب وقفوا حكم مدى الحياه، هذا خبر قبل امس. نعم. في المغرب. وحكامنا الله يهداهم مو مستواهم سيء جدا. طيب، شكرا. ومدرب وخي خبر الحين بالكويت سبورت ان مدرب الكويت شالوا حطوا. نعم. وليد نصار. نعم. وبس، مشكور. 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 خوي انور، صبحك الله بالخير. عبد العزيز، اصبح عليك الاخوان اللي معك. صبحك الله بالنور. أبيك تعطيني وقت في موضوع مهم جدا. تفضل. أول شيء، بداية اللقطة اللي صارت مع لاعب نادي كاظمة، هذا لو صاير حق نادي القادسية صدقني بعد المباراة القادسية خسران 3-0، هذه واحدة. الثانية عبد العزيز، أمس شفنا إصابة لاعبنا القادسية خالد محمد، ولاعبنا محمد خالد نادي الكويت اللي نتمنى له الشفاء العاجل كلهم سامي الصانع، وطبعا ما ودنا اللاعبين الاثنين يتعورون. أول لاعب عبد العزيز، ليوم لمتى احنا عندنا، تكفى موضوع مهم جدا، ليوم متى احنا عندنا دكاتره علاج طبيعي؟ شنو جاي يسوون؟
يعني الدكتور لما يوقف على راس اللاعب، عطني وقت عبد العزيز، يوقف على راس اللاعب يقول حق اللي مساعدينه حط ثلج، حط مخدر، حط كذي. زين انا ابي دكتور متخصص يعرف يقولها اصابته كذي مثلا، يقيمها، مو انطر اروح والله يروح يسوي لها اشعه او شيء. يا جماعه انا اتحدى الدكتور الاتحاد كل احترام والتقدير، اذا عنده شهاده طبيه خلي يطلع الحين على الهواء قدامنا يقول انا دكتور، انا استاهل. والله العظيم كلهم دكاتره علاج طبيعي يا عبد العزيز. طيب متى؟ ونقطه مهمه، السياره اللي دشت الملعب شفت شلون حفرت الملعب يا عبد العزيز؟ شفت شلون؟ نعم نعم. ومنكم التعليق يا عبد العزيز، شكرا. شكرا والله. انا ما يصير ما في دكتور يقول لك والله بس يشوف الاصابه شخصة. يقول في والله تمزق ولا في والله ما تصير. لا لا ما تصير. هو قصده مو كذي، قصده ان اغلب الانديه الاخصائيين اللي يشتغلون يعني مو متخصصين بال اصابات الملاعب. في اصابات واضحه، الدكتور اصابه ملاعب ما راح يقول له شيء. انا مو الدكتور، خلي الدكتور هو قصده. ادري حتى لو بي الحين دكتور اكيد لازم يقول له. لا هو التشخيص مهم يعني، التشخيص ما يقدر، لا ما يقدر يقول له، ما يقدر يقول له. لا لا عدل لازم بس قصدي يمكن قصده انه مو متخصصين اغلبهم. صح كلامه، اصابات ملاعب يعني مسعود صح كلامه، اغلبهم يا جماعه. لا لا انت دكتوركم شنو؟ لا لا احنا سيرجو هذا متخصص اخصائي علاج طبيعي. دكتور مو دكتور، اخصائي علاج طبيعي. عندنا دكتور اللي هو دكتور بالنادي يعني. لا هو يتكلم مع الفريق، هو قاعد يقول الفريق لازم دكتور اصابات ملاعب. لا لا بداخل الملعب وانت مصاب تشخص، ما تقدر مسعود يعني اثناء الاصابه. اثناء الاصابه صعب انك تشخص حاله اثناء الاصابه. صحيح. دائما عشان تشوف حاله، هذه الحاله يا اخوي انور، انه لازم تكون تعمل عمليه اشعه يا سونار يا رنين، وبعدين تعرضها على الدكتور وهو يشخص الحاله. بس الاصابات يعني لا لا ابو علي، هو لكن لحظتها من الصعب. هو غصب انك تشخص حاله متخصص باصاباته. وفعلا كلامه صح، اغلب الانديه مو الكل، اغلبهم اللي معاهم مجرد يرش وما عنده شيء. طيب ردك على اخونا نشأت اقتراحه عن شنو؟ انه تجمعون المنتخب كل اسبوع يجمع المنتخب. ولا اذا في فتره راح ماكو مشكله يجمعهم. انت الحين شايف في وقت راح عندنا لا ما عندك اذا وقت راح. اذا في ما وقت، ما في وقت. لا اذا في وقت يجمعهم، مشكله ما في. خلال الحين لنا في مره كاس الدوري، لو مثل قبل في في وقت يعني في مساحه تقدر تسوي مباراه. ابو احمد ما يقصد الحين، يقصد اذا كان في وقت ليش ما يصير هالشيء؟ بالعكس زين. كل قصده كذي يا جماعه، رياضيين ترى جماعه، يقصد كذي مسعود. يعني شلون يقول هالاقتراح؟ عندك استحقاق شلون؟ الفتشه حق شنو؟ ما تقدر. لحظه، عندك فتشه؟ لا اذا في فتره. الفتشه حق شنو؟ يلا قول. انا اقول لك مسعود، الفتشه حق شنو؟ ما عشان منتخب. لحظه، صارت عندك فتشه حق شنو؟ اكيد يا منتخبك رايح بطوله. نعم. صح هذا. يا منتخب بطوله الفتشه حق شنو صايره؟ لا مو بطوله يعني. الفتشه حق شنو صايره؟ يمكن اذا يقول هو يقصد بسعود هالشيء. هذا من الصعب الناس ما تصير، خاصه لان اليوم هو يقصد. اتوقع يقصد اذا فتره ما في عندك استحقاق منتخب بطوله اسيا شيء ما عندك، يكون في تجمع يوم بالاسبوع. هذا اللي قال. يمكن يقصد يا جماعه قاعد يقول لك اقترح يا بسعود، ما قال لك يعني تصير اول. يصير اول كنا صح ترى تجمعوا قبل بالديوانيه. يعني اذا ما عندك يعني ما عندك الفيفا داي وهذا، وفي عندك فتشه. ما في وقت على الوقت. على الوقت الحين وقبل ما في. حدث اليوم صار ايضا او امس، يعني دخلنا يوم جديد. الاخوان في الهيئه العامه للرياضه خاطبوا النادي العربي وطلبوا منهم الغاء الجمعيه العموميه اللي كانت مفترض تتم اليوم الاربعاء، على اعتبار ان اعلان الجمعيه العموميه كان غير قانوني. خلينا نشوف بدايه تقرير الجمعيه العموميه، وبعد الفاصل ان شاء الله راح نناقش الموضوع بتفاصيله اكثر واكثر. اول شيء خلينا نروح حق التقرير، نشوف احداث الجمعيه العموميه اللي تمت قبل يومين وتم تاجيلها الى المفترض انها اليوم تكون الاربعاء. نشوف التقرير وبعدها سلام. غير عادية اللي هي لتعديل النظام الأساسي وانتخاب أو طلب تشكيل لجنة انتخابية جديدة
لم يكتمل النصاب لها اليوم اللي المفروض يكون الثلث، وبالتالي تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء 25/12، وراح يكون الاجتماع الثالث إذا حضر 500 شخص حسب النظام الأساسي، تعقد إن شاء الله ويتم مناقشة الأمور اللي طلبها عدد 300 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية، وهي تعديل النظام الأساسي وتشكيل لجنة انتخابية جديدة. النادي العربي الوحيد بين الأندية اللي دائما أعضاء الجمعية العمومية فيه يجون ويناقشون ويحددون طلباتهم ويحاولون يعني يشوفون الأصلح للنادي. أنا متأكد راح تكون الجمعية العمومية أخوية، وراح تكون يكونون كل الأطراف على قلب واحد، وراح كلهم يتفقون لمصلحة النادي. ما راح يكون في خلاف مثل ما البعض متصور، خلاف في الرأي، ما في خلاف لا سمح الله عداوة أو إقصاء لطرف بالطرف، لا أبدا أبدا. إحنا هني جايين نخدم النادي العربي، والكل جاي يخدم النادي العربي. هذه أول مرة تصير جمعية عمومية لأي نادي خارج النادي، عرفت؟ كل أندية الكويت، فكان يفترض أن تكون داخل النادي العربي ونناقش الموضوع. بالأخير الكلمة الأقوى للجمعية العمومية، تحفظ الطلبات بالنسبة لي غير قانونية. أول شيء يقول لك يجب أن يكون طلب مسبب، طلبات غير مسببة بس مخالفة النظام الأساسي للنادي، يعني كأنك أنت بالدوام يحاولونك تحقيق والله أنت مخالف يعني النظام في الدوام، شنو المخالفة؟ ما في سبب، فهذا يعني يكون طلب باطل وغير قانوني. طلبات جميعها غير موقعة، مثلا يك واحد يبي يتبع 3 سنوات، القانون يمنع، النظام الأساسي يقول لك سنة ميلادية تدفع، سنة ميلادية يبي يدفع 3 سنوات، ولما 3 سنوات تقول له يجيب 40 دينار يطلع لك 10 دنانير، ما يصير، 10 دنانير حق سنة واحدة، فما في أحد يشطب، اللي إياه سدد اسمه موجود. وعلي شنو تعليقك؟ أنا بس خل أقرأ كتاب الإخوان في الهيئة العامة للرياضة عشان يعني نكون منصفين. الإخوان في الهيئة العامة للرياضة أرسلوا كتاب بأن كتابكم المؤرخ بتاريخ 21/12 متضمن دعوة جمعية عمومية النادي يوم 19/12 ولعدم اكتمال النصاب تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة لا تتجاوز 2 ساعة، فتم تأجيل الاجتماع إلى مساء يوم الأحد الموافق 22/12. المهم بعدين حاطين النظام الأساسي والأمور هذه كلها، ويكون دعوتكم الجمعية العمومية للعقاد مخالفة للقانون والنظام الأساسي للنادي، فيرجى إلغاء الدعوة الجمعية العمومية. هذا اللي باكر. لا هذا كان باكر، هذا كان 22 إيه اللي 22 وتأجل إلى اليوم، اللي اليوم إيه؟ يعني الأربعاء إيه؟ ايه هذا اللي قاعد يصير، يعني اللي صار في 22 تأجيله هذا باطل. صارت جمعيه ويتوانت من الناس المسددين على الاشتراك ولحق دخول جمعية. ما رحت الاجتماعين ما رحت امانه النادي، يعني انا ما افتكره كل يعني اكو نادي بالعالم مو بالكويت ان الانتخابات بعد 4 سنوات يتهاوشون، اليوم تخلص الانتخابات باكر يتهاوشون حق الانتخابات بعد 4 سنوات، والنادي بالعالم الانتخابات بعد 4 سنوات مو يتهاوشون، اليوم خلص الانتخابات نجح مجلس اداره باكر تبدي الهواش حق بعد 4 سنوات. بس هذا تعليق، انت مو طرف تهاوش، انت مو طرف بالتهاوش. انا بوقف باللي بوقف وياه بعد 4 سنوات، بس يا اخي اشتغلوا، خلوا اشتغلوا حق النادي الحين. ابو احمد تعلق على الموضوع؟ لا، هو اعتقد النظام الأساسي لازم تنزل بالجريدة الرسمية وبعد 3 أيام. نعم، فهم سووا النطاق خلال الدعوة يعني. أيه. أنت تبتعلق على الموضوع؟ لا بالعكس، أنا يمكن واضح كتاب الهيئة. نعم، أبو سعيد والإخوان إذا عندهم وهذا حق مشروع أنك تدعي، يعني أنا ردا على أبو كرم. نعم، اليوم مجلس إدارة حق أنه إذا عنده لجان بيعينها، إذا عنده جدول أعمال في نظام الأساسي، فهذا حق مشروع لجميع مجالس إدارات الأندية. اليوم النادي العربي أخطأ في بس اللي هو مخالفة القانون، واضح الكتاب الهيئة أن اليوم عشان أدعي جمعية عمومية لازم أعلن في الجريدة الرسمية
خلال 3 أيام. ما يصير أنا اليوم الثالث أعقد فيه الجمعية العمومية. نعم. اللي هو مثلا لو افترضنا الجمعية العمومية تكون يوم الثلاثة، ما يصير اليوم أنا الاثنين الأحد والاثنين والثلاثة، الثلاثة اللي هو اليوم الإعلان. نعم. ما يصير تعقد، هذا واضح كتابه. طيب تبي تعلق ولا هيك؟ نعم. طيب أنا بس يعني تعليقي على الموضوع وبروحك فاصل عشان أسكر الموضوع، يعني ما أدري متى راح نخلص من هاللوية اللي إحنا فيها يا أخوان. خلاص الهيئة العامة للرياضة القانون حدد، قانون الرياضة حدد إشراف الهيئة فقط على الشؤون المالية اللي تخص الهيئات الرياضية. يعني اليوم الأمر اللي الإخوان في الهيئة العامة للرياضة، وأتمنى من الدكتور حمود فليطح يصلحني إذا أنا غلطان، هذا تدخل في شيء لا يخص الهيئة العامة للرياضة. اليوم النظام الأساسي اللي مختص فيه هم الجمعية العمومية بالنادي، هم اللي يحاسبون النادي إنه والله خالف النظام الأساسي ما خالف النظام الأساسي. وإذا شاف أحد من الجمعية العمومية إن النادي ومجلس إدارة خالف النظام الأساسي يروح يشتكي فيه، مو في محكمة تحكيم رياضية يا دكتور حمود، إيش حقه مسوينها عيل؟ وفي لجنة أولمبية يا أخي، خلاص الشق الرياضي هذا خلوه حق الرياضيين يا أخي. ما يصير أنت كجهة حكومية تدخل نفسك في أمور أنت مالك علاقة فيها. هذا أمر يخص جمعية عمومية، يخص نظام أساسي، ويخص مجلس إدارة. أنت مسؤول عن الأمر المالي، مسؤول عن الإزدواجية في العضوية. هذا 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 قانون الرياضة مال مجلس الأمور، قانوننا. لا لا لا، الهيئة ما عندهم أي اعتراض، لكن اعتراض الدعوة ما لها شغل هي. لا لا لا، ما لها شغل هي. الحين بتتكلم الهيئة ما لها شغل يا دي يا ابو تامر. الهيئة لا لا ما لها شغل. مراقبة إدارية ابو سعيد. لا لا، رقابة مالية. مالية وإدارية. لا لا لا، إدارية. شلون انا هذا قانون رياضة مو قانوني. توقف. انا اعتمد انا هيئة انا توصل لي. يا ابو تامر ما يصل لي محضر. هذا القانون مو انا اللي اقول. هذا قانون مو انا اللي بدفع فلوس. هذا مو انا اللي يعني اذا اخطا منو يحاسب؟ من هو؟ من اللي حاسب؟ من اللي يخطأ؟ هذه الدعوة باطلة؟ باطلة؟ أنت عضو جمعية النادي العربي؟ أي باطلة؟ أنت عضو جمعية عمومية؟ مثلاً أنت تروح محكمة التحكيم الرياضية، مو تروح الهيئة، الهيئة ما لها شغل. الهيئة ليش العربي دزل دعوة؟ وأمشي بالإجراءات. ليش العربي دزلهم دعوة؟ لا لا لا، دزوا حق منو؟ حق الهيئة. لا أمشي بالإجراءات يعني. عربي. هو الكتاب هذا أنت تخاطب فيه. يعني هذا قانون. لازم يكون طرف الهيئة. أنا قاعد. هذه أمور طبيعية تخاطب فيها. مو تدخل. بس الهيئة ما لها شغل تتدخل في هذا. يفترض ما لها شغل. هذا حسب القانون مو أنا أقوله. طلب الدعوة. طلب زين ما هو قانوني؟ ما هو قانوني يقول ما هو قانوني؟ ليش النادي العربي خاطب الهيئة؟ هذا الدعوة. عشان شيء قاعد أقول. إجراء. لازم إجراء، هذا إجراء. يطلب على الهيئة إذا هذا. لا لا، الهيئة ما لها شغل. يا كامر هذا بالقانون. لا في مخالفات يعني انه شلون تعتمد الدعوه؟ لا 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 لا، ليش دزت دعوه؟ لانه قانوني. يمكن انا اللي عرفت ان في ناس مسجلين كل شيء اوراقهم كامله. لا لا، هذا ما كتبوا كذي، هم ما كتبوا كذي. كلام ابو ثامر يقول لانه 3 أيام، على 3 أيام يا ابو ثامر هذا كتاب هم بالقانون، ماده بالقانون تقول لك خلال 3 أيام، ما قال قبل 3 أيام. يعني انت قصدك ما قال قبل 3 أيام، قال تعلن 3 أيام، تعلن إعلان 3 أيام. ما قال قبل 3 أيام. يعني لو تروح حق القانون، قانون الرياضة مثلا، من الاجتماع الرئيسي الرئيسي اللي هو السنوي هذا، مو الغير عادي، السنوي، يقول لك شنو؟ يقول لك تعلن قبل 45 يوم. قبل صح. قبل تحط كلمة قبل هني، مو حاط قبل 3 أيام من الاجتماع. فاهم بالقانون؟ سعود انت مدام تقول الهيئة ما لها شغل، انت قاعد تقول ليش وقفة؟ ما لها شغل. زين ليش العربي داز كتاب حق الهيئة؟ هذا اجراء روتيني. ما في روتيني. شلون روتيني؟ بس ما له شغل. ولد على ولد على الهيئة. ليش وقفت الهيئة؟ ليش وقفت الهيئة؟ هو عشان لا يدخل في الموضوع العربي، عشان ما يدخل في هذه الخلافات هذه. هي ادري انا قاعد اقول لك ما دزوا اللي عارف ان هذا اجراء روتيني، اجراء قانوني. عارف العربي حاجيك القانون الجديد الهيئة بس ورقابة مالية بس القانون هذا الجديد قانون الرياضة مو قانوني. أنا إذا تدخلوا إداري توقف النشاط سيكون عليك. خلروح حق فاصل وبعدها سنعود. حياكم الله ويانا. على طاري الإعلانات، بس إحنا دائما يعني الشركات الراعية أي خبر يخصها، أي حدث يخصها، وخبر حلو يكون يسعدنا صراحة. اليوم أنا قريت خبر الإخوان في الشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو، وموقعين عقد مع
شركة اسمها كدانة، طبعا الموقع العقد رئيس مجلس إدارة الشركة أخونا أحمد ناصر البناي، وأيضا هذا بالصورة أخونا أبو ناصر أحمد البناي، ويما أخونا بسام وحيدي الرئيس التنفيذي لشركة اسماك الدانة. هذه الأمور الفؤاد مزيدي وينه؟ مو هذا رئيس مجلس إدارة، هذا رئيس مجلس إدارة، وذاك تمدح أحمد البناي ما إيه أدري، وذاك لا فؤاد مدير مساعد ما هام تمدح أحمد البناي. إيه أشكر أحمد البناي، أشكرك أحمد البناي، جزمنا كم سويته دزة كم سويته. أمانة يعني مثل هذه الأمور وهذه العقود اللي توقع يعني شيء يفرحنا أن تمت، يمكن بعد توقيعنا العقد مع الأخوان في الشركة الكويتية لخدمات الطيران مثل هذه العقود اللي تتم تفرحنا، لأن صارت بعد توقيع العقد معانا يعني أمور تسعدنا صراحة، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق دائما الأخوان في الشركة الكويتية لخدمات الطيران. ومبروك يا أخوي أبو ناصر أحمد البناي وأخوي أيضا. الحين إحنا ما نركب الكويتية، إحنا ما نركب الكويتية عشان الأكل الحلو، لأن الأكل اللي يعطون لها حلو من هذه كل شيء ترى الأكل باقي عندهم حفلات خارجية بعد جاهزين، بعدين أخذوا رجال الأعمال الأكل بيصير شوية هذا رجولة. شنو اسمك المفضل؟ والله أنا نوايبي يعني اسمك يقول وين أنت؟ أنا شعب لا أحب الزبيدي والله، أقول هذا شيء الزبيدي والله يعني شار مع عيش أصفر. انا احب لا ما احب السلمون خلي تقول كافيار، لا السلمون بعد نفس الكافيار اقوى من السلمون، بعد نفس الشيء مفعوله نفس كافيار مفعوله اقوى. نروح حق تغرير دوري الدرجه الاولى، يعني كان المفترض ان نعرضه من خلال يومين او ثلاثه، لكن ايضا الاحداث اللي صارت لو ناطرين بعد يلعبون لا اقول صار لكم شهر تجيبونه تحت جوال. اي والله شو نسوي، تصير احداث ما يمدينا نتكلم عنها. عموما كانت مباراتين مثيرتين صراحه، خلينا نشوف التقرير وبعدها سنعود. ختام القسم الثاني من دوري الدرجه الاولى بلقاءين جمع الأول خيطان وبرقان على استاد ناصر العصيمي. برقان بدأ بالهجوم، تسديدة أحمد الصقر تصدى لها أحمد الدوسري. خيطان استغل فرصته الأولى، كوفي ارتقى عاليا وافتتح التسجيل. كوفي لا يرحم أمام المرمى بنفسه، عزز من تقدم فريقه بثاني الأهداف. تفوق خيطان في شوط المباراة الأول كان واضحا، برقان ظهر بشكل مغاير في شوط المباراة الثاني وهدد مرمى خيطان بأكثر من كرة، جميعها لم يكتب لها النجاح. أفضلية دون خطورة حقيقية استمرت حتى أطلق علي الحداد صافرة النهاية. مبروكين خيطان على الثلاث نقاط، أدوا مباراة كبيرة واستغلوا الفرص، وأقول لهم مبروكين، وهذا حال الدوري فوز وخسارة، يوم تكون مستواك وتأدي وتأخذ ثلاث نقاط، لكن اليوم خيطان قدر يأخذ ثلاث نقاط ونقول لهم مبروكين وهارد لك برقان، وإن شاء الله نعوضها الدوري تو الناس، باقي مباراة على القسم الثاني وباقي قسمين إن شاء الله نعوضهم. أشكر أخواني اللاعبين وأشكر الجهاز الفني والإداري اللي ما قصروا معانا، وأشكر أخواني اللاعبين بالذات يعني اللي كانوا رجال داخل الملعب، وطبعا إحنا حاطين ببالنا كل مباراة نلعبها نهائي كاس، ما في مجال نضيع نقطة ولا نقطتين. وفي اللقاء الثاني الذي استضاف به الفحيحيل القادمين من بعيد أبناء القصر الأحمر، الضيوف بدأوا بالهجوم. المحترف دينجر من فرصتين لم يستطيع التسجيل، فواز الدوسري تصدى لفرصة هدف محقق من النيجيري بوبي. الشاب الصاعد أسامة خالد سدد كرة فوق المرمى، انتهى عليها شوط المباراة الأول. الفحيحيل كان الأفضل في الشوط الثاني وأمطر مرمى ضيفه الجهراء بعدد من الفرص الضائعة. هدف المباراة الوحيد جاء بهذه الطريقة، أحمد محمد إبراهيم آخر من لمس الكرة التي وصلت لدينجر، راية المساعد الأول أوقفت الجميع ولم يأخذ بها الحكم هاشم الرفاعي. دينجر استدرك الوضع في اللحظة الأخيرة وسجل الهدف. الفحيحيل كثف من هجماته في محاولة لتعديل النتيجة ولكنه لم ينجح،
ثلاث نقاط ثمينة خطفها الجهراء من ملعب الفحيحيل. ثلاث نقاط مهمة نبتعد بالصدارة شوي. فحيحيل فريق منافس قدموا مباراة طيبة اليوم، بس الحمد لله توفقنا، فرصة يت منها جول، الحمد لله على كل حال. رسالة بس واحدة حاب أوصلها، مباريات الساعة 4 وقت دوامات، وإحنا بالجهر نروح الفحيحيل، في بعضنا مدرسين زين، يعني اليوم لو مادتي عندنا في اختبارات فاينل، لو مثلا مادتي اليوم عندهم اختبارات الشباب الطلبة ممكن اني ما اجي العب مباراة عشان يكون عندنا تصحيح، يعني تبي تخلونا الساعة 4 خلوها مثلا ويكند، اما بنص الاسبوع بدوامات ودوامات يعني مهمة اختبارات شيء صعب يعني. كل مباراة ناخذها بتفاصيلها الى ان نوصل للكاس اللي بالنسبة لي ايضا كارثة على مستوى التنسيق، لان لا يعقل ان كاس يلعب منفصل، افرض ان افرض ان ما بقول القادسية طلع، افرض ان السالمية خسر المباراة الاولى، هل يعقل ان فريق يقعد شهر كامل او 10 ايام او اسبوعين ما يلعب ولا مباراة؟ انا مستعد اوغي المشاهد واوغي المحللين المسج اللي بيني وما بين جماعه اللجنه، اي لجنه المسابقات، من اول يوم طلع الجدول وانا اقول لهم يا جماعه هالمباراه مباراه 26 مباراه الكاس، صعبه علي العب الساعه 4 مو لي انا، انا لعبني الساعه 6 الصبح ما عندي مشكله، لكن صعب على اللاعبين. انت بتقول لي احنا مو البريمير ليج. خيطان انعش اماله في المنافسه على بطاقتي التاهل، والجهراء لم تمنعه المسافه ولا التوقيت من مواصلة الصدارة. خيطان بهدفين تفوق على برقان وصعد للمركز الرابع برصيد 8 نقاط، وهنا على استاد سلمان دبوس الفحيحيل لغز محير في دوري الدرجة الأولى منية بالخسارة الخامسة من الجهراء وتذيل الترتيب. لبرنامج الديربي خلف العنزي. شكرا اخوي خلف، قلت لك لخيطان، قلت لك للجهره، هار لك برقان، هار لك خلف العزي متعمد بسوي شيء اليهال ما ينامون بيخرع اليهال. طبعا احنا بنتكلم عن يمكن نقطتين نذكروا فيها التقرير بشكل سريع. نقطه توقيت المباريات، ما ادري ابو احمد انت دربت صديقات حاشك نفس الموقف ولا ما حاشني، بس انا اقول يعني حرام، يعني يوم مثل ويكند اوكي الساعه 4 مو مشكله، يكون لاعب نايم مرتاح، بس اللاعب طالع من الدوام او من الجامعه متى يمدي؟ يعني اللي سمعته في لاعب من احد الفرق يقول لك ياي قبل المباراه بربع ساعه طالع من دوام ثنتين ونص على ما لا، والمشكله ابو احمد مباراه الجهر بفحيحي يعني من الشمال تروح الجنوب، مو بس كذا حتى لاعبين الجهر يعني يتعنون جفاوي مسافه مو بس كذا، يعني لما نزل الجدول المدرب عارف ان الوقت هذا صعب عليه، فمعقوله الحين لجنه المسابقات مو عارفه هالشيء، وصار مراسلات بينه وبينهم ان تاجيل المباراه لان الوقت مو مناسب حق نادي الجهره. شوف معقوله المدرب عارف ولا لجنه المسابقات اليوم حتى لعبنا الشوط الثاني في كشافات استاذ نايف الدبوس، نعم في مدام في كشافات العب يعني مباراه ما هي ما دوركم بثامر انتم كجهاز اداري ليش ما كلمتوا؟ كلمنا لكن الاخوان سالم سعدون انا الاخوان متعاونين، لكن يبقى لازم من الطرفين ناديين موافقين على التاجيل. احنا كلمناهم بالبدايه لكن ضغط اللجنه ممكن يعني ما تدارك امر التاجيل، هذه نقطه. النقطه الثانيه دام ان الملعب عنده سعه الاضاءه انك تلعب عليه يعني بوقت انه ما في نهار وكذي ليش ما تلعب؟ صحيح. اجله خمسه يعني انا اعتقد ان المسافه صح، المسافه ترى شيء مهم انه من الجهرة حتى بنقيسها اهل الفحيحيل بيحضرون الاستاذ مبارك العيار هم فيها مسافه بثامر اشوى نفسته ولا مدينا انت اليوم اشوى نفسته ولا مدينا اليوم. انا بتكلم عن الجول صراحه، الجول جول الجهرة على الفحيحيل كلمنا عنه ابو ثامر عشان باخذ رايك. والله شوف هذه الامانه وشهادتنا شهادتي في مجروح اخوي هاشم الرفاعي، الامانه كنا نشيد فيه العام الماضي على بعض المباريات اللي قاعد يقودها وفي فيها تميز، وهذا الهدف يحسب للحكم، شجاعة الحكم انه واتخاذ القرار رغم المساعد الاول في رفعه للاوفسايد، واللي ملاحظ لو تلاحظون ان المحترف وقف لانه شاف قدامه اللايمن رفع الرايه. ليش يوقف على اللايمن؟ بالضبط، يفترض ان اللاعب على الصفارة. صح كلامك، على صفارة الحكم اقول الغى بالضبط، هذا اللي كنا نقوله حق المحترف انه يفترض انت تلعب على صفارة الحكم ما لك شغل في اللاعب، لكن الهدف صراحة يحسب لشجاعة هاشم الرفاعي اللي كان مميز في قيادة هذه المباراة الحساسة. احنا رحنا للفحيحيل وكنا متحفظين على هذه المباراة ان نرجع
ما نخسر مباراة، ممكن ناخذ نقطة ثلاث نقاط، الحمد لله توفقنا. هذا يعني بجهود اللاعبين الأبطال اللي قدموا مباراة كبيرة، بالإضافة للجهاز الفني والجهاز الإداري لهذه المباراة. مباراة ترى احنا هالمباراة يعني كنا نعاني في بعض يعني إصابة ديمبلي، بالإضافة إلى بعض توقيت المباراة ما كان يعني مناسب لبعض اللاعبين، لكن الحمد لله يعني الشباب خذوا الثلاث نقاط، والنقاط كانت مهمة وصعبة من الفحي. نعم حلو الدوري. اي ابو سعود بس اقول نقطه، انا بعطي حق هاشم الرفاع 10 من 10 اللقطه هذه. نعم. ترى صعبه يعني حتى الايمه ما يلام لانه شاف الكره. نعم. الدوري طبعا، وانا اقول ابو سعود انا قلت من البدايه الدوري راح يكون للقسم الاخير. شفت الحين فعل 6 نقاط. نعم. بامكان النافذ ترى فعل المنافسه طبعا بين وحتى خيطان مشى الحين صلبيقاد عنده لعبه باقي له لعبه من القسم الثاني، اذا فاز يصير بينه وبين الجهره نقطه. نعم. فالحظوظ مساوي حق الكل. حايش اخر واحد خالد محمد الله. اي حايش احمد احمد. لقطه الجول يعني احنا لازم نحلل ملاعبينا، سواء اللي بيدافع ولا اللي بيهاجم. صح. العب على صفار الحكم. نعم. صفر ضيعها اصلا لاعب الجهره لو واقف. اي لو واقف. وحتى اللاعبين في حيل دافع انا اروح حق الكره مالي. حتى الحارس وقف عمر الحارس روح. اروح اقطع الكره منه. صحيح. خلينا نصفر نلعب على الصفاره. انا وصل لي خبر واتمنى من ابو ثامر الان يصحح لي او يوضح لي ان لاعبين الجهره ضربوا عن التمرين اليوم. لا موجودين اليوم بالتمرين يقولون ان كان مجلس اداره ما عندهم مكافاه الفوز على الفحيل. لا شوف ما اعطاهم المكافاه وما يوم التمرين اليوم. لا ما كانت في مكافاه للمباراه، ما كان في يعني وعود خاصه في مباراه الفحيل، ما كانت في وعود المباراه هذه الفحيل لان في مكافاه، لكن انا اقول لك اللاعبين يستاهلون. بالعكس يعني مجلس إدارة أنا أعتقد ما في واحد من أخواني أعضاء مجلس إدارة أنه واقف أنه ما يبي يعطي اللاعبين الكل، لكن أنت بالنهاية أبو سعيد أنت عارف إمكانيات النادي اليوم عشان تكمل كانت النادي نواف جديد عنده فلوس ليلي هذا يبقى لكن الأخوان في مجلس إدارة ساعين كل الجهد في توفير كل احتياجات الفريق للأمانة اليوم. طيب. كان موجودين في التمرين، رئيس النادي كان موجود، باكر راح يكون عندنا تمرين الساعة 4 والحمد لله، وتركيز اللاعبين وإخواني الإداريين والفنيين في كأس ولي. طيب. العهد إن شاء الله. طيب. راح نحقق يعني إن شاء الله أدوار نهائية مع هذا الفريق. نعم. إحنا في خبر أمس طلع أن عدي الصيفي مصاب، وأن نادي الكويت ما وقع معاه نادي الكويت ما وقع معاه لأنه مصاب وغير جاهز للتمرينات. احنا كاميرا الديربي حضرت تدريبات القادسية وأعدت لكم هالتقرير. اول شيء انا بشكر اداره ونادي القادسيه يعني انه يحطوا ثقه فيه ويوقعوا معي انه ان شاء الله. انا اول شيء بامل من ربنا التوفيق هذا اول شيء، وبتمنى انه يعني تكون سنه كثير كويسه لي ولنادي القادسيه، ونقدر نحسم فيها لقب الدوري، حتى كمان نحصد فيها اكثر يعني عدد بطولات ان شاء الله. وجودك من ضمن افضل اللاعبين في قاره اسيا يعني اول شيء لكل مجتهد نصيب زي ما بيحكوا، الحمد لله يعني انا اجتهدت ويعني وربنا وفقني والحمد لله، يعني هذا شيء بفتخر فيه انه انا من افضل 5 لاعيبه، وان شاء الله انا بامل اكون الافضل يعني. قبل قدومك نادي القادسيه شو تعرف نادي القادسيه؟ نادي القادسيه يعني اول شيء انا بعرف انه نادي عريق يعني وله تاريخ كبير، ويعني نادي القادسيه غني عن التعريف، ويعني ونادي جماهير كبير يعني، وهذا شيء محفز وكثير شيء كثير يعني محفز للاعب وشيء حلو طبعا، وان شاء الله تكون برضه زي ما قلت لك انه نتوفى معهم تكون سنه كثير منيحه. بطوله الكاس زي ما بتعرف بطوله صعبه يعني ما فيش فيها يعني الغلط ممنوع فيها، لانه خساره مغلوب يعني خروج مغلوب، ويعني ان شاء الله بامل التوفيق لزملائي ونتاهل للمرحله الجايه ان شاء الله. نادي القادسيه بجماهيره انت عارف دائما اللاعب بيطمح انه يكون موجود جماهير يشجعوه داخل الملعب، ولا قصور بجماهير نادي السلميه، لكن صراحة يعني الفترة خلال 10 أيام اللي قضيتهم بالنادي يعني حظيت بحب كبير من جماهير نادي القادسية، إن شاء الله أن أكون عند حسن الظن هذا والحب اللي قدموا لي خلال الفترة هاي، وإن شاء الله بنوعدهم أنه بنهاية الموسم أنه نقدم إشي يليق فيهم ويفرحهم بإذن الله. أهلي مواليد الكويت وأبوي مواليد الكويت وأنا مواليد الكويت، وعاشوا أهلي هون فترة طويلة بس أنا ما عشت فترة طويلة،
صراحة يعني معظم أهلي ولاد عمي كانوا يشجعوا نادي القادسية، وفي ناس كانوا يشجعوا نادي العربي، وفي ناس منهم بنتهم لنادي السلمية. صراحة يعني العائلة كانت كلها يعني متلخبطة ببعض. يعني حاليا أنا لما انتقلت للقادسية في ناس من قرايبي اتصلوا فيي صاروا يشجعوني، عرفت كيف؟ وفي ناس صاروا يقولوا لا ليش طلعت من السلمية، لأنه مشجع السلمية، عرفت شلون؟ أنا صراحة يعني أنا ما يعني ما كان أنا أكون صريح معاك، يعني أنا ما أحب اللف والدوران. أنا كنت يعني لما جيت الدوري الكويتي لبست التيشيرت الأزرق، فكان دمي أزرق صراحة، ولا لنادي السلمية. حاليا أنا انتقلت من نادي السلمية لنادي القادسية، نادي كبير بجماهيره وبطولاته وتاريخه. حاليا أنا إن شاء الله راح يكون ولائي وانتمائي لنادي القادسية، وراح يكون دمي أصفر بإذن الله. من ناحية الجاهزية والإصابات الحمد لله رب العالمين، أنت كنت موجود من بداية التمرين، أنا تواجدت من بداية التمرين لنهايته، حتى التقسيم كنت متواجد فيها فضل من رب العالمين. إن شاء الله من هون لتسجيل النعدي الصيفي بكون جاهز 100% وبقدم مستوى مميز إن شاء الله بإذن الله بعد توفيق رب العالمين مع نادي القادسية. شو تقول حق جمهور القادسية؟ صراحة يعني جمهور نادي القادسية بيستاهل إنه يفرح هذا الموسم. أول بطولة كانت له كأس السوبر، إن شاء الله بإذن الله بهمتي وبهمة إخواني اللاعبين الموجودين إنه نكون عند حسن ظنهم ونفرحهم بأكثر من بطولة هالموسم بإذن الله. شكرا خلف، شكرا لعدي الصيفي عدي الدباغ، شكرا لإدارة القادسية أيضا تسهيل لنا الأمر لتصوير ومعرفة جهوزية عدي الصيفي بالتحديد. أبو علي توقع صفقة ناجحة عدي الصيفي عدي الدباغ؟ أنا أعتقد صفقة ناجحة، وبعدين قالوا إحنا راح نادي القادسية، لا أكيد بيروح نادي القادسية، بحول لي أكيد بيروح نادي القادسية. مكسب أبو سعود، مكسب للأمانة. عدي الصيفي لاعب مهم، يوم كان مع السالمية كان عنصر مهم وحل من حول اي فريق، فاعتقد ان انتقاله الى القادسيه انا اشوف انه صفقه ناجحه. نعم، ما اتوقع عدي كبير، عدي الصيفي يتكلم. لا، دورينا يحتاج عدي الصيفي، عنده مجهود، روح قتاليه لاخر دقيقه ويلعب كذا مكان يعني، فبالعكس استفاده قويه، وانا اقول نعم. راح يصير اضافه حق القادسيه. نعم، بس عيد عدي الصيفي وعدي الدباغ انا اعتقد مكسب حقيقي لنادي القادسيه اللي يحتاجونه، خاصه في عمليه الاطراف اليوم تحتاج عدد وراس الحربه، بالاضافه الى رياحي الى بدر مطوع الى تقول طرف عدي الصيفي، انا اعتقد يعني نزعه هجوميه ضاربه اكثر من حل. صراحه عندهم البرازيلي اصابه عدي الدباغ، مو كان اصابه عدي عدي الصيفي قال لا عدي الدباغ كان مجاول. نعم، لا بس ما عنده البرازيلي القادسيه حاشته اصابه، ما هو زين البديل حقه، البرازيلي ما هو زين، انا عندي قصدي البديل يكون حقه بالضبط، وانا عندي رياحي افضل من البرازيلي. انا لو بامكان القادسيه ان يعطون فرصه اكبر للرياحي يلعب اكثر عدد مباريات 90 دقيقة راح يكسر الدنيا. وانا اخترت العقد كنا 6 اشهر حق الفترة الصيفية الشتوية. انا بختم بخبر خليه يشيد فيه، ودائما احنا يعني مثل ما شكرنا اخونا الكبير اخونا رجل الاعمال سامي الدبوس وتكريمه لافضل لاعب، خليه اشكر ايضا الشيخ عبد الله محمد اليوسف. احنا دائما اي شخصيات تكرم لاعبينا تكرم فرقنا نشكرها، صحيح يمكن ما لنا علاقة في الموضوع، لكن بالنهاية إشادة يستحقها الشيخ عبد الله محمد اليوسف اللي كافئ لاعبين سالمية لكل لاعب $1,000 بعد فوزهم على الكويت طبعا، وقبل مباراتهم المهمة اليوم مع الفحيحيل. مشكور شيخ عبد الله، هذه مو غريبة عليك، مو غريبة على أسرة اليوسف الكرام في دعمهم لنادي السالمية في السابق أيضا، ولا تزال. الشيخ حبيب اليوسف صراحة مو مقصرة، الشيخ عواطف أيضا اليوسف مو مقصرة، شيخ الشذا ايضا مشكور، يعني شيخ الشذا ايضا الجهاز الاداري يعني تركي مو غريبه، هي يمكن دائما خلف الكواليس، شيخ عواطف خلف الكواليس، شيخ حبيبي خلف الكواليس، قاعد يدعمون الفريق بكل ما يملكون. فامانه نغبط الاخوان في نادي السالميه على اسره اليوسف من ايام الشيخ خالد اليوسف الله يرحمه وعياله واخوانه، ومو مقصرين صراحه، وخواته. فبادرة طيبة، مشكورة يا شيخ عبد الله، يستاهلون لاعبين السالمية. نتمنى كل انديته، وارجع واكرر، اي شخصية اي نادي او اي رجل اعمال يكرم لاعبيننا يكرم انديتنا، ترى ما راح نقصر، راح نشكره في الاعلام وراح نعطيه حقه، هذا دورنا، لان لاعبيننا وانديتنا يستاهلون هذا الدعم من رجال الاعمال. فمرة اخرى شكرا الشيخ عبد الله محمد اليوسف، شكرا اخوي سامي علي الدبوس يا ابو غانم ورايتك بيضة. مسعود شكرا، بس يا مولدي انا احب اشيد صراحه بالكابتن سلمان عواد. نعم، من مسك الفريق اللي ماله الريتم يصير افضل، امانه اقول لك 5 مباريات ادى مباريات كبيره، فاحنا نحب نشيد فيه. نعم، امانه يعني. نعم، وعسى الله يوفقك يا ابو طلال.
شكرا لك كابتن محمد كرم، شكرا لك كابتن فرج لايب، شكرا لك كابتن نور يعقوب، شكرا لك كابتن صالح الجنفاوي، شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه الكويت ريد، مطعم التسيمو، مطعم سيامي وسطى، بن العميد، اطياب المرشود، شركه التون جرافكس، دير اند دير، معرض بريمير سبورت، وكلاء جيفوز يوسف الكويت، شركه الكويتيه لخدمات طيران، كاسكو، تونس بيتزا، وعسل العويد. نلقاكم ان شاء الله باكر، مع السلامه.